اللي وصلنا له بشكل عام ما يخص احكي لك ما يخص رئاسة الجمهورية خيارين. الخيارين الأول اللي ذكره أخوي أستاذ حسن هي أن ندخل في مرشحين اثنين اللي يفوز نقول له مبروك مثل ما حصل في 2018. الخيار الأخ أن نجي بخيار نتفق على شخصية واحدة، وهذا اللي سوف يكون إن شاء الله خلال بعد عطلة العيد، وهذا ما صرح به زعيم مسعود البرزاني أنه ستكون هناك مباحثات جادة حقيقة مع كل لكن بالمقابل الاتحاد يصر على مرشحي الدكتور برهان صالح. مو هي اكو يعني الامور بدات تختلف شيئا فشيئا حتى بالنسبه للدكتور برهان صالح، وهي انه تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر والخلافات اللي كانت موجوده سابقا اثرت على شنو تاثيرها على حظوظه؟ هاي على حظوظه اثرت كثيرا، يعني انت شوف حتى داخل الاخوه في الاطار اكو من لا يرغب باستمراريه الدكتور برهان صالح وواضحين وصريحين بهذا الامر، اضافه الى تغريده سماحه الصدر وعدم توقيعها الى لكن بالمقابل الاتحاد شريك استراتيجي لقوى الاطار خصوصا بعد الازمه الاخيره. ممكن اكو قلت لك يا اكو داخل الاطار واكو هنا حاله استجدت، وهو تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر باعتبار لديه يمتلك شارع قوي وناس اعداد ممكن تظاهره كل يعرفها واقع حال مو انا اقولها. هذا ممكن يستفز يعني في اعاده ترشيح، هذا سيكون نوع من الاستفزاز حتى يعني اعاده ترشيح برهم صالح ممكن تستفز التيار؟ ممكن 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 ممكن, ممكن كل شيء ممكن، ولكن احنا ولد اليوم خلينا نقول عليه بعد عطله العيد ستكون هناك مباحثات جاده، والمشتركات الموجوده مع اخوه في الاتحاد ليس فقط عندنا يعني مشكله رئاسه الجمهوريه، كثير من المشتركات والحمد لله وشكر بدا تشكيل لجان حل معلومات تقول